صباح الخير للجميع، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم، حيث تتأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار في مناطق واسعة من المملكة. سنستعرض في هذه النشرة ونبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تكون الأحوال الجوية غير مستقرة، هناك احتمال لزخات رعدية من الأمطار، 38 درجة مئوية، الملموسة 36، رطوبة حوالي 50%، والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار سيكون سيء في الخارج بسبب فرصة وطول زخات الأمطار. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تكون الأجواء مستقرة، سكاكا 34 إلى 23، عرعر 34 إلى 21، وتبوك طقس صافي 34 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 40 إلى 28، جدة 34 إلى 27، مكة المكرمة والطائف أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار، مكة 40 إلى 27 والطائف 27 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية ستكون الأكثر تأثرا بالأحوال الجوية غير مستقرة، أبها زخات رعدية من الأمطار 23 إلى 15، الباحة 23 إلى 15 أيضا، وجازان فرصة لزخات رعدية من الأمطار 35 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أيضا تتأثر بالأحوال الجوية غير المستقرة، الإحساء 41 إلى 22 مع زخات رعدية من الأمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، الدمام احتمال لزخات رعدية من الأمطار 37 إلى 24، وحفر الباطن 39 إلى 22 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، الرياض زخات رعدية من الأمطار 28 إلى 24، بريدة 36 إلى 23، وحائل تفرق لبعض الغيوم 33 إلى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.